قصتنا النهاردة عن زوج شغال سواق توك توك، اتجوز من صابرين بطل القصة حقيقية النهاردة. اتجوز جواز صالونات، اتجوزها في شهر، اكتشفت بعد الجواز ان هو بيشرب مخدرات على طول على طول بقى، ضرب وشتيمة. اخته الكبيرة كانت بتديله فلوس وتقوله دي لسجايرك وحشيشك. الأصعب بقى من كل ده انه كان بيجيب صحابه عندهم في البيت عشان يشربوا معاه مخدرات. لما صابرين اعترضت دخلت مامته وبابا، اتخانق معاهم كلهم، قعد يكسر في الشقة، كسر لهم ماسورة الغاز. تخيلوا يعني وصلت بيه العصبية ان هو هيعمل كده، كان هيضيع الدنيا كلها. بعد فترة مامته توفت واخته اتخلت عنه، ما بقاش يصرف على البيت. قال لصابرين خلي امك تصرف عليكي انت وبنتك. اخوات صابرين ضغطوا عليها عشان تتنازل عن القضايا اللي هي رفعتها في محكمة الأسرة، خلوها رجعت له. لما رجعت له كسر لها مناخيرها، بقت محتاجة لعملية ضرورية، ده غير عملية تانية في عينيها عشان تعرف تشوف بيها بسببه. صابرين المرة دي قررت إن هي تعمل محاضر وترفع قضايا، اللي يحصل يحصل. قام جوزها نزل صورها، حط صورها على الفيسبوك، كتب كلام ما يصحش عليها أو كلام ما ينفعش يتقال، فتح دماغ مامتها مفك، وبقى يروح يبات تحت بيت مامتها يهددها إن هو هيضربها بالسكينة. المحكمة حكمت لها ب 500 جنيه هي وبنتها اللي عندها 3 سنين، ما خدتش الفلوس من شهر 12 اللي فات.